اخذ كمان مكالمه من الاخت نهال من المملكه المتحده. اهلا وسهلا اخت نهال، تفضلي. اهلا بحضرتك يا قسيس نزار، انا بشكر حضرتك جدا على اصرارك على توضيح اساسيات ايماننا المسيحي، وبتبذل كل جهد علشان توضح الحق بدون اي مساومه، فانا بشكر كمان الدكتور عماد على التوضيح الرائع اننا كمسيحيين لا نعبد ثلاث الهه ولكن الها واحدا. بس انا هحاول احط سؤال ازلي ابدي كما سئلت بي انا من احد اصدقائي واخواتي المسلمين، ولو انا تقمصت دلوقتي شخصيه امراه مسلمه وبشاهد البرنامج بتاعكم هقول حلو ايمانكم يا مسيحيين، وهو فعلا مش ضد العقل لكن فوق العقل. طب انتوا قابلين كده؟ لان ايمانكم المسيحي وعقيدتكم في جوهرها فيها بتؤمنوا باله واحد في ثلاث اقانيم، لكن انا كمسلمه لم ياتي في كتابي وهو القران الكريم هذا التعليم، فايه ذنبي انا طلعت لقيت ابائي واجدادي بيسلموني ايمانا مختلفا تماما، وهو ان الله لا يلد ولن يولد، وبعدين تقولوا لي بعد كده ان الله بيحب الجميع سواسيه؟ طب ليه ميزكم انتوا يا مسيحيين بهذا التعليم ولم يعطيه ليا ولا لليهود مثلا؟ ده اول شق. عايزه ازود الموضوع تعقيدا واقول ان احنا المسيحيين بنقول لا احد يستطيع ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. فهل انا كمشاهده مسلمه لم يعطى لي الروح القدس؟ ان قلتولي اعطي ليكم لان الله مش بيفرق وبيدي للكل، طب ليه مش قادره اعترف ان المسيح رب؟ وان قلتولي لا فالروح القدس لم يعطى لك، يبقى الله مش عادل. خصوصا واحط تحت كلمه خصوصا مليون خط انكم بتقولوا ان بدون هذا الايمان وبدون هذا الاعتراف ان المسيح رب لا خلاص ليا، فهل هذا عدل؟ فايه راي حضرتك؟ شكرا كثير يا اخت نهال، بس خليني اقول لك بالسريع انه هذا الموضوع رح نتناوله في حلقه اخرى اكثر اسهاب، لكن معك دقيقتين. أوكي. دكتور عماد توصل الفكره من الاسئله اللي طرحتها الاخت نهال. شكرا يا اخت نهال، سؤال كثير منيح، بس خلينا نحكي في البدايه. الانسان لا يخلص ولا ياتي الى معرفه الله بمقدار او حسب تفهمه لعقيده الثالوث. كل ما هو مطلوب الإنسان أنه يؤمن المسيح فداه، أنه في لك غفران وخلاص أبدي بما صنعه المسيح. ولما الإنسان يختبر فداء المسيح بيكون هذا الباب حتى يختبر الله. وللمعلومات أختي، كثيرين من ناس من مسلمين عرفوا المسيح، وكثيرين ناس مسيحيين لا يعرفوا المسيح. وشيء عجيب جدا أنه هذا الاختبار شخصي، واللي الكتاب المقدس بيحكي عن المسيح كسر، بمعنى اللي هو سر الأسرار. المسيح بمعنى من يريد أن يعرف، رب يعطيه بحسب ما هو عم بيفتح قلبه، بيعطيه أكثر بيعطيه أكثر. فنقطة البداية مش معرفة الثالوث، نقطة البداية هي الإيمان بخلاص المسيح اللي قدمه على الصليب. هاي البداية بس، والباقي عليه بيصير تدريجيا. ويعني لو يعني هاي نقطة كتير كتير حلوة، إذا بتضيف عليها يعني بس توضحها أكتر، إنه مش معرفة الثالوث اللي بتخلص، لكن أنا محتاج أخلص وبعدين أبتدي أنهل من هالبركات وأفوت في معرفة الثالوث. خلاصنا هي بما صنعه المسيح على الصليب، وليس بفهمنا للثالوث، بس آمن بما صنعه المسيح على الصليب، وهذا المفتاح حتى أعرف الله كليا وليس جزئيا.